بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الفرق بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. خلينا نتفق ان الفرق الجوهري والاساسي بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا يتمثل في الستراكشر اوف بكتيريال سيلول، السيلول نفسه ده الاساس في الفرق بين النوعين. طيب عندنا تحت خلية بكتيرية، ده اسم التوضيح اللي قدامنا، اللي هي بلس يعني بوزيتيف، واللي جنبها ماينس يعني جرام نيجاتيف. لو اخدنا شريحة من السيل وول بتاعتها وعملنا كروس سيكشن، ايه الاستراكشر اللي هنشوفه في الاتنين؟ اللي على الشمال ديت الجرام بوزيتيف سيل وول زي ما انتم شايفينه، حجمه اكبر بالمقارنة بالسيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. يبقى أول حاجة السكنس أو السايز. رقم اتنين، في طبقة اللي عاملة زي الجاتو ديت البني، ودي ببتدي جلايكان، هي موجودة في الاتنين لكن كميتها في الجرام بوزيتيف بكتيريا فيري سيك، تمثل 90% حوالي 90% من السكنس بتاع التوتال سيل وول. في حالة الجرام نيجاتيف بكتيريا يوجد ايضا بيبتدي جلايكان لير، ولكن فيري ثين، تمثل حوالي 10% من الهول سيكنس بتاع السيلول. طيب الاهم بقى من البيبتيدي جلايكان اللي موجود في الاثنين، الجرام نيجاتيف فيها حاجه اسمها الاوتر من بلير لير، وده فقط في الجرام نيجاتيف. اللي برضو فيه حاجتين بيميزوا الجرام نيجاتيف مش موجودين في الجرام بوزيتيف، واللي هو الجزء البنفسجي ده اللي عامل زي الطبقه البيض، ودي طبقه اللايبوبوليساكارايد او تسمى اختصارا LPS، وايضا الفتحات اللي في النص ديت اللي هي البورينز، اللي هي ليها دور في البرميابيليتي وفي الريزيستنس للانتيبيوتيك. يبقى اذا الجرام نيجاتيف بكتيريا تتميز عن الجرام بوزيتيف بثلاث نقاط رئيسيين: اوتر ممبرين لير ولايبوبوليساكارايد والبورينز. في الناحيه الاخرى الجرام بوزيتيف، نرجع للجرام بوزيتيف سيل وول على الشمال، هلاقي في جزء اللي هو الاحمر ده اللي عامل زي السمحه او التشين دوت التيكويك اسيد، وده اكسكلوزيف فقط او موجود فقط في الجرام بوزيتيف. خلاصه الدايجرام، في حاجات موجودة في الجرام بوزيتيف زي التيكويك أسيد ومش موجودة في الجرام نيجاتيف، وفي حاجات موجودة في الجرام نيجاتيف زي الأوتر ممبرين لير واللايبوبوليساكارايد والبورينز ومش موجودين في الجرام بوزيتيف. والبيبتيدو جلايكان موجود في الاثنين، ولكن السكنس بتاعه أعلى في الجرام بوزيتيف من الجرام نيجاتيف. هنلخص اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات في جدول مقارنة بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف سيل وول. اول حاجة قلناها السيكنس، ان الجرام بوزيتيف سيك بتتراوح السايز بتاعها من 15 ل 80 نانومتر، الجرام نيجاتيف سين بتبقى اقصى حاجة 10 نانومتر. البيبتيد جلايكان احنا قلنا موجودة في الاثنين، ولكن بتبقى سك في حالة الجرام بوزيتيف عن الجرام نيجاتيف. طيب في تلات حاجات موجودين في الجرام نيجاتيف ومش موجودين في البوزيتيف، اللي هي اللايبوبوليساكارايد او ال LPS والاوتر ممبرين لاير والبورينز. طيب اخر حاجة في المقارنة الستيننج رياكشن، او لو سبقتهم بالجرام ستين، الجرام بوزيتيف بتاخد الفيروت كولر والجرام نيجاتيف بتاخد الريد كولر. الدياجرام ده بيشرح باختصار خطوات الجرام ستيننج اللي على اساسها قسمنا البكتيريا الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هنفترض ان احنا عندنا خليه على الشمال جرام بوزيتيف وعلى اليمين جرام نيجاتيف. اول حاجه بنعمل فيكسيشن بالهيت، وبعدين بنحط كريستال فايروت البرايمري ستين اللي هتفاعل مع طبقه البيبتيد جلايكان في وجود الايودين ككاتاليست، هيعمل فيكسيشن للكريستال فايروت اللي في السيل وول بتاع الجرام بوزيتيف، وبالتالي لما بعمل ديكارازيشن بالإيثايل الكحول
يستمر موجود زي ما هو. وبعد كده لما احط الكاونتر ستين اللي هي السفرانين هنا، مش هياخد السفرانين اللي هو اللون الاحمر، واحتفظ باللون الفايولت. في الناحيه الاخرى جرام نيجاتيف اللي بتحتوي على كميه ضئيله من البيبتيد جليكان، هتاخد كميه صغيره قوي من الكريستال فايولت، وهيبقى لسه السيل وول امبتي. بعد كده لما نحط الكاونتر ستين السفرانين هتتشبع بالسفرانين وهتديني اللون ريد. الصور ديت تحت الميكروسكوب لي اكزامبل للجرام بوزيتيف بكتيريا، وهنا الاستافيلوكوكاي اللي بتعمل زي البانشز اوف جريبس على ايدي العنب، وبين الجرام نيجاتيف باسيلاي على ايدي اليمين واخده لون الاحمر. هنا واضح الفرق، واحده اخده فايولوت والتانيه اخده ريد.